سيب الحديده شويه لاحمد الخضر. يمسك الحديده بعد اذن حضرتك سيبها لاحمد الخضر شويه. اتفضل حديده ما ينفعش بعد اذن حضرتك بقى خليه يتكلم بقى شويه. حضرتك حضرتك بيحب الحديد. طيب يا استاذ خضري الزمالك النهارده ان شاء الله مع بيترو اتلتيكو انجولي هيكون في مجلس اداره جديد والمؤشرات خلاص بدات تتضح تماما. كارترون ماذا هو فاعل؟ عنده عقد، عنده شرط جزائي كبير، عنده نجاحات مع نادي الزمالك. هو عنده نجاحات وهو لغايه دلوقتي مستمر يعني هو ماشي بقوه الدفع يا كارترون يعني. لكن هل ان هو هيقدر يتعامل 4 سنين او 3 سنين ولسه عقده فاضل له 2 سنين؟ انا ما يعني اعتقد ان النتائج وحدها هي اللي هتحدد. انت برضو انت تبقى جاي المجلس اللي فات ده ما كانش يعني كانت فتره صعبه ان هو ياخد اي قرار مع كارترون. لكن ما زلت بقول وباكد ان هو عدم استلطاف من الطرفين. عدم استلطاف بقولها واضحه وصريحه. نعم. عدم استلطاف من الطرفين. فهل ده مش عايز ده يعني وده مش عايز ده والشرط الجزائي هو اللي واقف حائط وظروف المرحله اللي هي قبل الانتخابات اللي فاتت دي كانش ينفع يتعامل مع مدرب. هل بعد ما مجلس يجي جديد ويستمر بالقوه الدفع والكلام ده هل ممكن يبقى في تمهيد ان الراجل يمشي؟ اعتقد ان يعني صعب ان كارترون يكمل الموسم على الزمالك. هل كارترون هيشترط مثلا التجديد لطارق حامد وابو جبل وبن شرقي؟ لان كمان بدانا نسمع زيزو اليومين اللي فاتوا. انا زيزو ما موجود بس في شرط جزائي بس في عقده يعني. ما هو قال لك انا جالي عرض من كذا وعرض من كذا بس انا منتظر. والحقيقه زيزو يلعب في اي حته طبعا لعيب هايل يعني طبعا. بس خلي بالك انت بتتكلم في زيزو وبن شرقي وابو جبل وطارق حامد اعمده كبيره في نادي الزمالك يعني. انا دايما بشيل باللجنه اللي فاتت وكابتن حسين لبيب بشيل بيه جدا بس كان العقود تحديدا فيها اخطاء قاتله طبعا. اعداء يعني حضرتك عارف دايما على فكره عقود الزمالك فيها اخطاء قاتله. نفسي ان الزمالك يبقى ليه اداره العقود عقود عشان يبقى معروف ازاي يعني انت بتتفاجئ. عندك امير توفيق في في الاهلي ما شاء الله عنده خبرات رائعه وكان قبليه محمد فضل الامانه الشديده يعني عندهم وده مش عيب على فكره. الزمالك عنده كوادر كبيره جدا جدا هايله طبعا في كده بس انت اديله الملف ده يبقى بتاعه بالظبط. ما ينفعش بعضو مجلس اداره يعمل عقد مش عارف مين يعمل عقد لو كده عشان انت تبقى حافظ حقوقك وحقوق النادي. انت تفاجئ ان في شروط غريبه في عقد مثلا انا جنش مثلا كده في ده في شرط عقده لو 2 مليون يمشي في جنش في ثغرات كبيره قوي في عقود لعيبه الزمالك. اتمنى ده يبقى من اوائل الاهتمام الفتره الجايه. فنرجع تاني لكارترون. كارترون لا اللي هي هتبقى فتره صعبه جدا عقده في حاجات غريبه يا كارترون مش ان هو يشترط ده عقده ان هو اللي يختار المساعدين لو ناشئين بيتصعدوا من تحت لفوق هو اللي حدد الاسماء هو بس كل ده انا لا ده الكلام ده انا كمدرب ده من حقي انا لا لا ده مش من حقك ده مكتوب انا اللعيبه اللي انا عايزها يتمرنوا معايا كابتن هو ده لا يعني انا عايز تفاصيل يعني كارترون هو بيجدد العقد كان حريص على كل التفاصيل ان هو حتى المسمى ان هو يبقى مدير يعني هو يعمل كل حاجه اللي يقعد على الدكه اللي كل ده. فهل ده هيستمر الوضع ده بعد كده مش عارف. هيبقى فيه فتره صعبه في الفتره الجايه بين كارترون واداره النادي. طب انت